رح نكفي معكم ونلعب بيت بيوت مع مايا. واليوم رح يكون في لنا فقرتين في عالم الصباح لأنه الموضوع جدا مهم وبيحمل أكيد أنه نقدر نستطرد فيه أكثر وأكثر عن الكبرياء، وخاصة يكون بين الزوجين قد ايه بيأثر سلبي على العلاقة بيت بيوت. صباح الخير. صباح النور ولا كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. وانت سافا؟ بيرفكت تمام. كنا عم نحكي عم نقول تحت الهواء قد ايه هيدا الموضوع جدا مهم وقد ايه بيأثر سلبي على الكوبلز، خاصة وقت بيقطع الحدود يلي متعارف عليها. اذا بالضبط انه في كبرياء عن كبرياء بيختلف، في كبرياء يمكن ايجابي مش يمكن اكيد ايجابي، وفي كبرياء اكيد جدا سلبي. لأنه هو أساسا التعامل مع شخص عنده كبرياء بالمعنى السلبي، يعني هون الكبرياء الإيجابي مثل ما عم بتقولي هو يلي الإنسان بيكون فعلا عم بيقيس نجاحه بشكل منطقي، وكل نجاح صغير بيعمله تراكمات هالنجاحات كلها بتخليه بده يتقدم أكثر، بده ينجح أكثر، بده يوصل أكثر، بدون ما يدعس على أشخاص تانيين حتى يوصل، ويكون عم يحترم الأشخاص اللي حواليه، يكون عم يحترم رغبات الأشخاص اللي حواليه إن كان زوجته أو أشخاص تانيين. وأنا مع الأسف وقتا منذكر كلمة كبرياء إجمالا أو تشاوف يلي هي أورجاي باللغة الفرنسية، هي إجمالا نذكرها بمعنى سلبي أكثر من إحنا منذكرها بمعنى إيجابي. يعني التشاوف عند الأشخاص هو مرتبط بالشخصية المعروفة بالشخصية النرجسية النارسيسيك، بس هيدي ما بتجمع مع عدة صفات سلبية أخرى 100%. يعني الأنانية الإيجوية مزبوط كل هول الاخبار مزبوط، الايجو سنتريزم انه واحد كل الوقت اهتمامه يكون منصب على ذاته على نفسه، عم بيفكر بنفسه كل الوقت، منتظر من الاخرين انه يبدو له اعجاب معين، ويكون هو بالصداره عندهم بالاولويات، ان كان باولوياتهم بحياتهم، ان كان باولوياتهم يعني بوقتهم بحياتهم اليوميه، او حتى بالاولويات بالاطراء يلي بيوجهوه لاشخاص ثانيين. هو بيعتبر انه هو ان كان امراه او رجل انه مفروض انه زوجته او زوجي العكس صحيح يعبروا لي دائما لإلي بالدرجه الاولى قديش انا حلو او قديش انا ناجح او قديش انا لامع او قديش انا، وهيدي هي حياتي متعبه. بس هو بيقدر اذا هو النوع من الاشخاص بيقدروا كمان يعطوا، يعني بيقدروا يعطوا نفس الكومبليمان اللي هن بحاجه له ليسمعوا. هون المشكله رولا، المشكله هي انه حتى لو قدروا يعطوا نفس الاطراء او نفس التعبير عن الاعجاب يلي هي كمان نادرا ما بنشوفها، لانه مثل ما قلت الاشخاص النارسيسيك ويلي بنفس الوقت بيكون عندهم تشاوف هن اشخاص مثل ما قلت انتباههم موجه لذاتهم فقط. هلا ما بيعني هيدا الشيء انه ما بيهتموا بعائلتهم، يعني في اهتمام بالمراه، في اهتمام بالولاد، وانا اهتمام بضل سطحي نوعا ما، واهتمام منه انستابل يعني منه ثابت بالوقت، فممكن انه هالفتره على العيد يجيب تياب للاولاد، ممكن انه بعدين يمروا عيدين ثلاثه ما يجيب تياب للاولاد، لانه ممكن يكون مثلا هي كيسز كثير بنشوفهم هول الحالات، انه لانه زوجته زعجته وهو بيعتبر انه هي تعدت عليه بخناقه معينه او بهيدا، انه انا فاذا هل 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 هالنهار ما بجيب تياب للولاد او ما بجيب اكل على البيت او ما بجيب، لهون بتوصل الامور قد ما بالفعل هو ما عارف يتعرف على مشاعره، وقد ما بالفعل هو بيعتبر انه بدي دفع الاخرين ثمن الاشياء اللي عم يعملوا لي اياها، فاذا بدي دفع زوجتي ثمن انه هي ما فهمتني او عم تنتقدني او عم تعتبر انه انا اقل منها او او او، فهالقد بيكون انفيرمي، هالقد بيكون محبوس بنظرته 100%. اكيد مرض يعالج، اكيد يعني يعالج، بس على شرط انه الشخص يعترف انه في شيء غلط بشخصيته ويعترف انه هو بحاجه لمساعده، لانه أسوأ شيء بس يكون الانتباه بشكل شبه حصري منصب على ذاتنا شو بيصير؟ بنصير نفكر بحالنا كل الوقت، وقتا بنفكر بحالنا كل الوقت شو بيعني هيدا الشيء؟ هيدا الشيء بيعني انه انا ما بقعد افكر برغبات الشخص الاخر، يعني هالشخص الاخر مثلا وين بينبسط يروح؟ شو بينبسط يعمل؟ الشريك او الشريكه بالعلاقه الجنسيه كيف هن بيكونوا سعيدين؟ ما في تفكير بهيدا الموضوع، في اهتمام منصب على الذات، بنفس الوقت انه
اخذ الملاحظات بعين الاعتبار اللي بيوجه لنا اياهم الاخر. بتعرفي بالكوبل دائما في ملاحظات طبعاً. عن اشياء معينه، أكيد. عن اتيتيود، عن مواقف، عن طريقه تصرف، عن اشياء بتزعجنا. فكمان هالشخص اللي عنده، برجع بكرر، التشاوف مع الشخصيه النرجسيه، هيدا المزيج بحد ذاته. رح نشوف بعد شوي انه في اشخاص بس عندهم تشاوف، رح نحكي عنهم، بس هالمزيج بحد ذاته بس تنوجد الشخصيه النرجسيه بيكون معها تشاوف اكيد. هول الاشخاص اجمالا بيعتبروا انه دائما معهم حق، بيعتبروا انه الاشخاص الاخرين مش بصدد انه ينتقدوني او يقولوا انا بشو عم غلط او انا تصرفت غلط، لانه انا دائما على حق. وبالتالي وقتها بدي اتلقى ملاحظه، بدي ابعت هالملاحظه فورا للطرف الاخر، يعني بدي لومه لإله فورا انه مزبوط انه انا عملت هيك، بس لا، لانه انت عملت هيك، او لانه انت عملت هيك، او لانه انت ما عم تفهميني، او لانه انت كذا. دائما في هاللوم يلي انا بشيل الغلطه عن حالي بحطها على غيري. ليه؟ لحتى ضل محافظ بيني وبين ذاتي على هالايمج اللي انا خلقتها لحالي واللي هي مزيفه. هلا رح نشرح ليش ليه هالايمج هالايماج مزيفه، انه انا شخص منيح، أنا شخص منيح مع عائلتي، أنا شخص منيح بالمجتمع، أنا شخص ناجح، أنا شخص كتير آخرين معجبين فيي. ليه مزيفة؟ مزيفة لأنه هي منطلقة ديجا من شيء بنسميه كومبلكس انفيريوريتي، هي مزيفة لأنه هي منطلقة من عقدة نقص نحن عنا إياها. هيدي بترجع للتربية 100%. يعني أكيد التربية كانت خاطئة 100%. يعني ممكن يكون، ما بعرف إذا يا كتير مغنجين وهو وصغير لهالقد مكبرين له راسه، مثل ما بيقولوا يعني كبران الخص براسه، يا أما أبدا ما كان في هالقد اهتمام، وبمرحلة صار هو مطرح سلطة وقوة. مزبوط. قبل ما كان عنده هيدي القوة وهو مزبوط. صغير، عكبر صار عنده القوة، يمكن بالزبط. ميل أو whatever، قدر حس انه هو صار في يكون ان كنترول. او بالضبط، هي ناتجه عن مثل ما عم تقولي رولا، لانه اللي عم بتقوليه هو بشكل نوع من الاحباط المتكرر اللي الانسان بحس فيه، الفراستريشنز، يعني هالشعور انه عدم الاكتفاء الذاتي، انه انا مش مكتفي مثلا بالحب اللي عم يعطوني اياه اهلي، انا مش مكتفي بالنجاح اللي عم اوصل له مثلا. رح اعطي امثال، بس ما في كثير اشخاص يعني عاشوا نفس الشيء بس ما بيطلعوا هيك. لا اكيد، لانه في استعدادات جينيه كمان. اوكي، اكيد في استعداد جينيتيك، هذا شيء مؤكد. يمكن ما اخذوا العاطفه الكامله من الاهل هن وصغار، بس طلعوا نورمال بيبل. بس ليك شو اللي بيميز الاشخاص يلي هن اجمالا عندهم هالشخصيات؟ اجمالا اللي بيميزهم هو انه هن كان عندهم طموحات معينه او امور معينه بدهم يحققوها، وهن سعيوا لتحقيقها او سعيوا لتحقيقها وما قدروا يحققوها، ولانه هن ما عندهم القدره يحققوها، القدره الذهنيه، القدره العقليه، القدره الماديه اوقات. فانا عندي هالتارجتس اللي مقبيله اللي انا ما قدرت اعملهم واللي انا صرت مهووس فيهم انه بدي اعملهم، وهون بصير اعمل شيء اسمه سيلف ديفنس، انه انا بصير احمي حالي من صوره الفشل اللي انا ما بدي اشوفها بحالي، انه انا ما بدي اشوف انه انا ما قدرت اوصل لهالمنصب او ما قدرت احقق هالشيء. فاذا بصير اعمل هالديفنس، هالحمايه الذاتيه اللي هي بصير انا الديتاي الصغير اللي هو ما بيودي لهالنجاح العظيم ولهالامور العظيمه، بصير كبره، وانا وقتها بكبره بالتالي رح بالغ فيه، وبالتالي رح صير انه اتوقف عليه وحس انه كل الاخرين انه اشعوه، لا انا عملتها هي الشغله، اشعوني شوفوني، لا انا نجحت هون. يمكن بيكون هالنجاح كتير صغير، وانا اما انا بحمله وبالغ فيه، ولحتى اكثر اثبت بهالنظره على حالي لحالي كل الوقت بدي نبش انه اشع عند الاخرين، يعني اشع انه غيري عم يطلع فيي هيك، اشع انه غيري معجب فيي ومبسوط فيي، وكل الوقت غيري بده يعمل لي هالكومبليمون، وكل الوقت بده يقول لي يعطيك العافيه وخلي لنا اياك ويحكي عني للاخرين، وما بقبل هالملاحظه السلبيه. العاطفه، تنرجع على العاطفه رولا، اللي بتلعب دور كثير اساسي. على مرور السنين، يعني مع مرور السنين، الاطفال يلي مش انه بطريقه استثنائيه وقت يصير في طلاق لفتره، بتعرفي بصير في جفا، بيكون فعلا الاهل ستريسي، عم نحكي من طفولتهم مع مرور السنين، الاشخاص يلي عايشوا بعائله تعتبر ريجيد، يعني ريجيد يعني صلبه، يعني ما بتعبر عن عاطفتها، ام ما بتعبر عن عاطفتها، اب نفس الشيء، ما في تواصل وتبادل عاطفي بالبيت، كمان بيعيش الشخص حتى لو الام بس بتعبر عن العاطفه، اذا البي ما بيعبر عن العاطفه في مشكله؟ يعني المشكله بتختلف هون، بس مجرد انه يكون في حدا بالبيت عاطي، يمكن 100% مرجلج، بيعود هيدا النقص، بيعود هيدا النقص. وانا ما بس كثير بتلاقيها، بس نربى ببيت يكون في مثل ما قلت جفا، يكون في نشاف، اذا فينا نسميها، بيزيدوا هول الفراستريشنز، لانه بيصير الانسان هو يربى بمحيط هو ما بيتعلم يعطي كمان. اكيد وقتها هو ما بيتعلم يعطي،
انا ما عم باخد عاطفه، ما تعلمت انه ماما ما عم بتقلي وبابا ما عم بيقولوا لي حبيبي بحبك الى اخره. هذا المثل مزبوط، فاقد الشيء لا يعطيه. اكيد. فانا ما تعلمت اعطي كمان، كيف بدي اتعلم اعطي؟ ما عم بتعلم من اهلي اعطي، وقت انا ما عم بتعلم اعطي. بس هو فيكون عاطفي بس ما بيعرف يفرجي؟ هو فيكون كثير عاطفي بس ما بيفرجي، فيكون بيتاثر بسرعه. بس كمان رولا يلي ما بيتعلم يعطي هو شخص عم بيصب انتباهه على ذاته. لانه انا ما عم بعطي، بس انا ملهي بحالي كل الوقت. وهون الخطوره بالكبل، هون الخطوره بالكبل، انه هالرجل او هالامراه ما بيعرفوا يعطوا، ما بيعرفوا يعطوا من اصغاء للشريك، ما بيعرفوا يعطوا من شو بيحب الشريك انا، او تضحيات معينه انا بعملها لو انا ما كثير يمكن بنبسط فيها، بس انا ما بعرف ضحي، ما بعرف اعطي لزوجتي لزوجي لاولادي. هون بتكون الخطوره. والخطوره الاكبر هي لما بنحكي عن كابل بيكون الشخص اللي عنده شخصية نرجسية واللي عنده تشاوف عم يطلع مقابيله على زوجة أو على زوج هن ناجحين. يعني الزوج أو الزوجة مثلا، زوجة بتكون وصلت لمنصب عالي، قدرت تتخصص بالجامعة، قدرت توصل لمناصب عالية، بتجني المال بطريقة أو متوازية معه أو أكثر منه. هو ما بيقعد في تقبل، يعني هون بيصير انا بدي حطم الشخص الاخر لانه انا عم يطلع فوق صورتي اللي انا رسمتها، وانا هاي الصوره رسمتها وهي انا عارف انه هي فراجيل، عارف انه هي بتوقع هيدي الصوره، وعم بسعى وعم بركض وعم بركض تاثبتها، وعم جرب اقدم اثباتات للي حوالي انه انا ناجح. شو الفرق بين الشخص اللي عنده تشاوف بدون ما يكون مركز اجريه على الارض مزبوط وعنده اسباب للتشاوف؟ هذا التشاوف اللي هو منطقي، يعني هو بيعطينا بوش تنتقدم اوقات. تشاوف فخوشه، يعني انه ما له اساس 100%. فاذا الفرق بين الشخص يلي عنده هالتشاوف يلي هو انه انا بدي ضل عندي حد ادنى من الاعجاب بنفسي تضل اعرف اتقدم، وبدي احس بهالاعجاب عند الاخرين تضل اعرف اتقدم، هي الطبيعه البشريه. ايه هيدا اللي قلنا اول شيء 100%. في فرق بين كبرياء وشوفة حال. مزبوط. او انه عنده من نفسه او فرحان وفخور بشو عمل بالحياه، يلي هي شغله هيومن، يلي هي شغله نحن كلنا عنا اياها. بس هول الاشخاص رولا هن اشخاص ما بيصير عندهم احباط او مشاعر اكتئاب اذا غيرهم ما اعجب فيهم. يعني هن بيستمدوا اعجابهم من انفسهم من ذاتهم، وما بيسعوا انه يثبتوا للاخرين كل الوقت نجاحهم. يعني ما بيحتل جزء كبير من وقتهم قصة انه انا كل الوقت بدي احكي عن نجاحاتي. بنبسط بس احكي عن نجاحاتي، بنبسط بس خبرك شو عملت، بس خبرك شو اشتريت، بس خبرك انه كيف زقفوا لي امبارح بالمحاضره اللي كنت فيها، بس خبرك انه كيف كلهم بهالجلسه كنا سهرانين عم يسمعوني. هيدا الشخصيه النرجسيه، انه بدها تحكي، بدها تخبر تستمد هالقوة، بدها انه هي كل الوقت الضوء يكون عليها، واذا الاخرين ما حطوا الضوء عليها هي بتحط الضوء على حالها بشكل مستمر. ما بنعرف كيف الواحد لازم يتواصل مع هيك اشخاص، يلي هي كثير صعبة، كثير صعبة، يلي هي في كثير كثير فيها صعوبة، خاصة بالكابل بيكون في كثير صعوبة فيها. أنا نصيحتي لكل شخص مرتبط بشخص عنده هالنوع من الشخصيات، أول شيء ما ننتقد، ما يكون في الانتقاد السلبي. بعرف انه شغله صعبه لما نكون عم نشوف، بس كيف واحد يكون عم يغلط؟ ما في انسان ما بيغلط. بدنا نجرب نكون بطريقه ايجابيه، عم ننتقد بطريقه بشعه اصلا للانسان اللي عنده النرجسيه او ما عنده اياها، مش هيدي الطريقه اللي بيتواصلوا فيها. بس انه ما بدها توصل له مساج او يوصل لها مساج انه هن اول شيء ليكي في غلط. اول شيء رولا المساج كثير صعب يوصل بدون ما يكونوا هالاشخاص عم بينالوا مساعده من قبل بروفيشنال، من قبل شخص مختص. يعني في علاج نفسي بده يصير، انه صعب انه نكب كل الحمل على الزوج على الزوجه انه انت زبطي انت زبط. هول هول كابلز اوقات كثير بيوصلوا لانفصال، بمعظم الاوقات في طلاق بيصير وانفصال. الانتقاد السلبي رح يخلي القنبله تنفجر اكثر، لانه رح يحط الخطوط اكثر على ضعف الشخص اللي قبالي، وهيدا الشخص هو اصلا عم جرب يخبي ضعفه وعم يعمل ديفانس كثير قويه وقت انا عم فرجيه ضعفه. وقت رح فرجيه ضعفه ممكن هو يصير عنيف، ممكن يصير عنيف بالبيت، ممكن يضرب زوجته، ممكن يضرب اولاده، لانه هو عم بيشوف هيدا الضعف، وهيدا الضعف هو رافض انه هو يشوفه. وممكن كثير من الاوقات انه هو يهرب، يعني بمعنى انه يهرب من مسؤولياته، لانه ما ذكرنا انه قد ايه بيكون صعب عليهم يكونوا اشخاص مسؤولين كمان. فاذا هرب مسؤولياته انه انا بفل كل النهار يصير شو ما يصير، شو عاوزين اولادي مرتي انا ما بهتم، او زوجي شو عاوزها. ليه انا عم بعطي اكزامبل مرتي اكثر؟ لانه المشكله بتكون اكبر بكثير وقت الرجل بيكون عنده هالشخصيه،
المشكله بتكون اكبر بكثير. تقدر تعمل كنترول على حالها يعني؟ لا، بس لانه الرجل هو اجمالا خاصه بمجتمعاتنا الشرقيه دون نفوذ هو يلي متحمل مسؤوليه العائله اكثر من الناحيه الماديه مثلا. الرجل هو يلي بمعظم الاحيان، مش بكل الاحيان، متحمل مسؤوليه العائله اكثر، وبالنهايه هالرجل وقتها هو رح يتجرد من هالمسؤوليه ورح يكون عنده شخصيه منها ثابته وما قادر يتحمل مسؤوليه العائله. دجا المسؤوليه الماديه رح تترتب بانه في نتائج مش منيحه على العائله ابدا، لانه في مدارس، في مصروف، في كذا. فاذا مشان هيك الرجل لانه بموقعه بالعائله من نفوذ الماده اللي عنده اياه بيختلف عن نفوذ الماده اللي عندها اياه الامراه. بس هذا الشيء ما بيعني انه اذا الامراه كمان عندها الشخصيه كمان بشكل للكابل مشكله، لانه وقتها بيكون فيها الشخصيه دائما انا ناطره من الشخص الثاني، دائما ناطره اشياء، وقتها بكون ناطره اشياء وهالشخص ما بيوفر لي اياها، هون المصيبه. لانه انا هون مستعده فعلا انه انا بلش انفر من هالشخص الاخر، مستعده فعلا انه انا ما عود اقوم بمسؤوليات تجاهه وتجاه العائله، لانه انا ناطره اشياء ما نلتها. فاذا بحكم عليه انه هو سيء، هو مش فهمني، هو بيكون هيدا الشيء منه مزبوط، وانما نحن بهيدا الفريم، هيدا الكادر اللي نحن مسكرين على حالنا فيه وحاطين حالنا فيه. فاذا كنا عم نحكي انه نحن نحاول انه الملاحظات يكونوا بطريقه شوي ايجابيه باي معنى، يعني نحن ناخذ الامور اللي هي عم بتصير ايجابيه، نحط خطوط تحتها اول شيء قبل ما نحكي عن السلبي، نقول نحن بشو مبسوطين بالعلاقه بالبيت الى اخره، وبعدين السلبي يجي بطريقه انه نحن عم نطلب اشياء على شكل انه انا بنبسط اذا انت انتبهت لهالموضوع عندي، انا بنبسط انه انت مثلا تنتبه شوي اكثر لهالقصه عند الاولاد. هيدا الفيرسيون بتختلف عن الفيرسيون انه انت شخص عديم المسؤوليه، ما عم تهتم باولادك، انا هالحياه ما بقى فيها كفايه هيك. بتفرقش بطريقه بتفرق كثير. وليه عم اقول الفيرسيون الثانيه؟ لانه نحط حالنا مكان هول الاشخاص. قد ما كان الشخص عنده ثقافة بالتعاطي مع الشخص الآخر، بيلاقي حاله بوقت من الأوقات خلص بده يقولها هيك، بده يقولها أنه أنا ما بقدر أتحمل هالحياة، ما بقى يعني حيجربهم هو لأنه حاسة أنه يمكن كنت أزبط لو بتعملها بهذه الطريقة 100%. هي حيقولهم، حتستعملهم إذا مرة ذكية وعندها الطاقة بعد. بس قد ايه بتضاين؟ مش هيك عم نقول، الكابل بحاجه لمساعده ان كان ككابل من قبل كونسلر او كاشخاص ثانيين. حناخد بريك وبنرجع بنخبر بس بعد شغله قبل ما نتلقى الاتصالات عن قد ايه مهم بهول الشخصيات انه نعتني فيهم عاطفيا، هيدا بيكون مفتاح اوقات للحل كمان. كمان الشخص الثاني هو المقهور وتعبان نفسيا بدنا نهتم فيه. طيب اوكي بناخد بريك، فاذا نرجع لك بعد شوي، وكمان فينا نستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء لبيت بيوت.